حرب. كل ولاية القطر الجزائري في المتائف التي تحت إشراف وزارة المجاهدين، فالمركز الوطني للدراسات والبحث الحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، المتحف الوطني، كلهم عبر ولاية القطر اليوم يحيون ذكرى 27 فبراير. بقي لنا أن يكون النص، وسيكون بإذن الله تعالى في القريب نص كامل قانوني يحتفل به رسميا. إذا زيادة على ذلك، لأن القانون ما راحش يشمل بعض الأيام الأخرى، سنضيف لما فيه 9 أيام، سنضيف كذلك 8 ماي 45 لاحتفالات الوطنية، سنضيف كذلك اليوم إضراب 8 أيام للتجار، سنضيف كذلك يوم الإجرام أو التفجيرات النووية التي قامت بها وقام بها المستعمر الفرنسي في الجزائر، وسيسجل التاريخ المجازر وما عاناه الشعب الجزائري، وتصبح كذلك يعرفها الخاص والعام، وسيكون لوزارة المجاهدين دور في اتفاقية مع وزارة التربية لتدريسه في المجال أو للتربية الوطنية، وكذلك بالنسبة للمعاهد التربية، ويعرف الشعب الجزائري تاريخه بأكمل ودور الجنوب الجزائري في هذه المظاهرات المعبرة تعبيرا سابقا على وحدة الشعب وتلاحمه في ثورته